السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل رول اللحمه المفرومه. الرول ده اقتصادي خالص، من نص كيلو لحمه مفرومه هتعملوا رول كبير من اللحمه، تبقى شكلها حلو قوي على السفره. حتى لو انت عامله عزومه بتبقى شكل اللحمه البارده شكلها حلو وكمان طعمها حلو جدا. جربيها باذن الله هتعجبك. وعايزه افكرك اللي اول مره يشوفني يا ريت يشترك في قناتي ويدعمني، ويا ريت تدعموا الفيديو باللايك. تعالوا نشوف عملتها ازاي. بس قبل اي حاجه هنسمي بسم الله وهنصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنا اول حاجه معايا نص كيلو من اللحمه وفيها نسبه من الدهن علشان ما تفكش معاكي، دي اهم حاجه. وهبتدي ان انا اتبلها، معلقه صغيره من البابريكا ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود ونص معلقه من السبع بهارات، بتدي طعم وريحه حلوه قوي لاي نوع من اللحمه. ومعلقه كبيره من البصل البودر ونص معلقه من الثوم البودر وفصين ثوم مهروسين اهو زي ما انتم شايفين. وكمان ضفت معلقه من الزيت علشان تساعدك ان انت تعرفي تعجني اللحمه وتبقى سهله معاكي في الفرد. وكمان ضفت معلقه من الصلصه، هتدي لون حلو قوي للحمه. وهنا كنت نسيت ان انا اضيف الملح، ضفت الملح على حسب التذوق بقى زي ما بتحبي تضيفي الملح قد ايه. وهنا هبتدي ان انا اعجن اللحمه كويس قوي، دي اهم حاجه، لازم تتعجن كويس قوي كانك بتعجني عجينه علشان اللحمه تتسمغ معاكي وتبقى سهله في الفرد والتشكيل. او زي ما انتم شايفين كده هفضل اعجن فيها حوالي 5 دقائق، وهوريكم شكلها بعد ما اتعجنت خالص. اهو بصوا شكلها بعد ما اتعجنت بتلم معاكي ازاي ومش مفروله خالص. هنا انا ما ضفتش بصل ولا اي حاجه خالص لان البصل هيطري معايا اللحمه وهتبقى صعبه انها تتشكل، فانا استغنيت عن البصل الفريش بالبصل البودر. وهنا هبتدي ان انا افرد اللحمه، وطبعا هفردها على ورق زبده وورق الومنيوم او زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا افردها كده على شكل مستطيل، وعلى قد ما تقدري لازم تخلي اللحمه مفروده كلها بسمك واحد، هي سهله خالص في الفرد شايفين، ما بتتفرولش معاكي ما بتتقطعش علشان مش متضاف لها بصل، وكمان الزيت والصلصه بيطروها بيخليها تفرد معاكي بسرعه. او شايفين انا فردتها كده كلها بسمك واحد على شكل مستطيل. سهله خالص على فكره وما بتاخدش وقت خالص، وبتطلع طعمها حلو وشكلها حلو قوي على السفره. وهنا ابتديت ان انا اضيف لها جبنه موزاريلا او اي نوع جبنه بقى انت تفضليه، او ممكن تستغني عن الجبنه خالص وتحشيها بالخضار برضو بتبقى حلوه، بس بالجبنه بتدي طعم مختلف وشكل كمان حلو قوي في الاخر. وهنا كمان ضفت صوص من الجبنه الشيدر، بس هوريكم الصوص ده عمل ايه، يعني من الافضل ان انتم ما تضيفوش اي صوص فيها، هي كفايه الجبنه بس. وهبتدي ان انا الفها كده زي ما انتم شايفين، وحاولي ان انت وانت بتلفي تلميها تبقى ما يعني الرول محكم، ما يكونش مفهوش اي فراغات خالص من جوه عشان تطلع معاكي شكلها في الاخر يعني مظبوطة وشبه شكل الرول او شكل العرق اللحمة الباردة. او زي ما انتم شايفين كده لفتها، بعد كده هبتدي ان انا الف عليها الورق الزبدة واقفلها كويس قوي، بعد كده هقفلها بالورق الالومنيوم. الورق الالومنيوم بيساعد ان هي تستوي معاكي بسرعه وتبقى طريه ما تبقاش ناشفه في الفرن بس كده. وبرضو ابتدي ان انا اتحكم فيها برضو بالورق الالومنيوم واضغط عليها واقفلها كويس قوي. او شايفين شكلها اسطواني كده متساوي، الشكل متساوي خالص ومحكمه خالص ومقفوله كويس. هبتدي ان انا احطها في الصاج بتاع الفرن، وهدخلها الفرن كده من غير اي حاجه خالص في الفرن، في قاع الفرن خالص من تحت. وهنا هنبتدي ان انا هعمل الرز اللي هقدمه مع اللحمه. معايا معلقتين من السمنه او الزيت زي ما تفضلي، وضفت التوابل كركم وفلفل اسود وسبع بهارات وبابريكا ورشه بسيطه خالص من بهارات الفراخ، بتدي لون حلو وطعم حلو للرز. هقلب
التوابل كده مع السمنة لحد بس تطلع ريحتها، ما تزوديش النار عليها يعني، ما تسيبهاش كتير على النار. وبعد كده اضيفي الرز مغسول ومصفي وهقلبه كويس قوي مع التوابل، يشرب من التوابل وياخد لون التوابل. ونسيت اقول لكم كمان ان انا حاطه نص معلقه من الكركم عشان تدينا اللون الاصفر الحلو. وهنا هبتدي ان انا اضيف الملح للرز وهقلب كويس الرز مع التوابل. وبعد كده هضيف لها الميه، بس كده الميه كده هنا بعرف اتحكم فيها كده بالرؤيه يعني. لو انت مش عارفه، الكوبايه الرز البسمتي بتاخد كوبايتين من الميه. وهنا اللحمه طلعت معايا من الفرن، ابتديت ان انا اشيل من عليها الورق، شايفين محكمه ومقفله خالص زي ما انتم شايفين كده الشكل. بس هنا الغلطه زي ما قلت لكم، بلاش ان انت تستعملي صوص جبنه، لان صوص الجبنه بصوا طلع بره خالص. لكن لو كانت الجبنه الموزاريلا بس ما كانتش هتطلع وما كانش هيبقى شكلها بره كده. بس على فكره طلع شكلها برده حلو وطعمها حلو في الاخر. وابتديت ان انا اقدمها كده زي ما انتم شايفين، وقطعتها قدمتها طبعا مع الرز اللي احنا عاملينه مع بعض، وقطعتها كده حلقات. يعني صوص الجبنه اللي طلع من بره ده ما بانش خالص لما اتقطعت، شايفين شكلها بجد تحفه. انا على فكره دهنتها ودخلتها تاني الفرن عشان تاخد اللون ده، شايفين شكلها من جوه عامل ازاي، طعمها تحفة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني جديد.